السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. أنا عبد اللطيف زهان، قائد الشركة ديال أوريفلام. اليوم إن شاء الله بغيت نقول لكم ولا بغيت نهضر لكم على شنو كنربحوا من أوريفلام. الناس اللي داخلين أوريفلام في العالم كامل في 67 دولة كنربحوا ثلاثة ديال الحوايج مشتركة، ثلاثة ديال الحوايج مهمة اللي كنحتاجوها في الحياة اليومية ديالنا. الحاجة الأولى اللي هي الجمال، الحاجة الثانية اللي هي المال، الحاجة الثالثة اللي هي المتعة. ولكن في هذا الفيديو بغيت نهضر لكم على الحاجة الثانية اللي هي الحاجة المهمة والحاجة اللي كنبغيوها كاملين والحاجة اللي خدامين عليها كاملين والحاجة اللي دخلنا عليها على قبلها الأوريفلام كاملين، اللي هي المال، اللي هي الفلوس. كيفاش كنربحوا الفلوس في أوريفلام؟ عندنا جوج ديال الطرق باش كنربحوا الفلوس في أوريفلام. الطريقة الأولى اللي هي الربح المباشر، والطريقة الثانية اللي هي الربح الغير المباشر. شنو هو الربح المباشر في أوريفلام؟ هي أنني مسجل عندي عضوية في أوريفلام، ولا عندي الكود ديالي في أوريفلام الشخصي، ولا عندي بوتيك ديالي الصغير داخل أوريفلام. شفت الكتالوج ديال أوريفلام اللي هو هذا، شفت هذا الكتالوج عجبوني فيه بزاف ديال الحوايج بغيت ناخذهم غير الراسي. مثلا شي حاجه كدير، مثلا هاد الريحه كدير في الكتالوج 130 درهم، انا غادي ناخذها من الشركه، ولا الشركه تعطيها ليا غير 100 درهم. لنفترض ان هاد الريحه كدير 99 درهم في الكتالوج، اشنو غادي نربح انا؟ اشنو هو الفرق بيني وبين الناس اللي ما مسجلينش؟ هادي كدير 99 درهم في الكتالوج، يعني انا غادي ناخذها بالثمن ديال الشركه اللي هو 76 درهم. ولا واحد البرودوي مثلا كيدير 39 درهم في الكتالوج، انا غادي ناخذو ب 30 درهم اللي هو الثمن ديال الشركه. هذا هو الفرق بيني وبين الناس اللي ما مسجلينش في الشركه، ولا الناس اخرين اللي باغين يبيعوا ولا باغين يشريوا. انا تسجلت وعندي الكود ديالي وبغيت وعندي هذا الكتالوج، غادي نوريه لصحابي، غادي نوريه الناس اللي كنعرف، غادي نوريه العائله، غادي نوريه الناس ديالي، الناس اللي معايا في الخدمه، غادي نوري لهم هذا الكتالوج وكل واحد اشنو يعجبه. مثلا واحد السيده عجبها هذا الشامبوان اللي هو ديال منع تساقط الشعر، هذا الشامبوان كيدير في هذا الكتالوج 39 درهم. اذا جبته انا لهذه السيده اشنو غادي نربح؟ غادي نربح انني الشركه غتعطيه لي انا غير 30 درهم، ولكن غادي نبيعو لديك السيده ب 39 درهم. الا هذيك الا شي واحد عاوتاني من صحابي عجبته هاد الريحه اللي كاينه في الكتالوج 139 درهم، انا اشنو غادي نربح انا؟ الشركه تعطيها ليا ب 100 درهم، ولكن غادي نبيعها لواحد السيد، داك السيد بالثمن ديال الكتالوج اللي هو 139 درهم، يعني 130 درهم، يعني هنا كنربح 30 درهم ديال الربح ديالي. يعني اي حاجه في هذا الكتالوج كنربحوا عليه 30%، سواء كان الثمن ديالو كبير سواء كان الثمن ديالو صغير. اشنو هو الربح الثاني اللي كاين في اوريفلام، اللي هو الربح الغير المباشر؟ كيفاش كنربحوا هذا الربح الغير مباشر؟ انا دخلت وعجبتني الفرصه ديال اوريفلام، هاد الناس اللي كيتقدموا من عندي جيت واحد النهار واقترحت عليهم حتى هما باش يدخلوا معايا، باش حتى هما يوليو يتقدموا لراسهم، ما بقاوش يتقدموا من الكتالوج بثمن غالي. قلت لهم ها هما المزايا ديال اوريفلام، يمكن لكم باش تدخلوا حتى نتوما، ايوا ما ناخذ هنا هذيك 30% ديال الربح، علاش ما تاخذوهاش نتوما؟ علاش ما تبقى لكمش نتوما؟ علاش ما تستافدوش منها نتوما؟ هادوك الناس حتى هما عجبتهم الفكره، ولا حتى هما واحد النهار تسالوا في راسهم اشنو كيربح هاد السيد اللي كيبيع علينا بالثمن ديال الكتالوج، اشنو هو الغايه ديالو، ولا شنو هو الربح ديالو، ولا اشنو كيشكت ليه من هاد الشيء؟ لان هاد التساؤلات كيطرحوا بزاف، اشنو كيشكت ليه من هاد الشيء؟ هادوك الناس انا جيت وقلت لهم ها شنو كناخذ ولا شنو كنربح؟ حتى انت الا بغيتي تكوني وحده من اعضاء ديال اوريفلام، الا بغيتي تكوني انت مستشاره ديال اوريفلام التنتيه، راه ساهله، ما كطلب حتى حاجه، صوري لي البطاقه الوطنيه ديالك، لا كارت ناسيونال ديالك، ولا صيفطيها ليا في الواتساب، غادي نسجلك انا وغادي يكون عندك الكود ديالك، والتنتيه غادي تاخذي بالثمن ديال الشركه ماشي الثمن ديال الكتالوج، يعني غادي يبقى لك داك الربح ديال 30%، واخا تبغي تقدي غير راسك، يمكن لك تقدي غير راسك، يمكن لك تاخذي اللي بغيتي غير الاستعمال الشخصي ديالك لدارك ولا لوليداتك ولا لراجلك، ولا بغيتي تاخذي لعائلتك الوالده ولا اختك ولا خالتك ولا عمتك ولا اي واحد قريب لك يمكن لك تاخذي، ولا بغيتي تبيعي وتشري حتى انت راه ديري بحالي، يكون عندك الكود ديالك بالبطاقه الوطنيه اللي بغات تصيفطها ليا، ها هي المره ديال الواتساب ديالي،
ها هو اللين ديال الواتساب كيبان كاين فوق الفيديو، هو تلقاو تحت الفيديو حتى هو. اللي بغى تواصل معايا وتكون من الفريق ديالي غادي يكون ليا الشرف كبير انها تسجل معايا، وغادي نعاونها وغادي نوريها بزاف ديال الحوايج اخرين. غادي نرجعوا للربح الغير مباشر اللي قلت لكم في اوريفلام، اللي هو هذوك الناس انا عرضت عليهم الفكره وعجبتهم ودخلوا معايا الشركه. كتجي كتكافئني انا، كتقول لي انت جبتي هاد الناس، انت اقترحتي هاد الناس، انت قنعتي هاد الناس، انت كيعرفوك هاد الناس عن طريقك دخلوا للشركه. يعني لنفترض انهم كانوا خمسه ديال الناس، ودوك خمسه ديال الناس كل واحد خدا منهم الريحه مثلا شامبوان باندوش عكرفون تو تاني، يعني كل وحده اشنو خاصها، وصلت واحد العدد ديال النقاط. مثلا كل وحده وصلت للنقاط ديال 100 نقطه في كل وحده ديالهم، يعني 100 نقطه غادي نضربوها في خمسه غادي تولي 500 نقطة، زائد 100 نقطة ديالي أنا هنا غادي نوصل واحد المستوى اللي هو المستوى ديال 6%، لأن المستويات ديال أوريفلام كيبداو المستوى ديال 3%، ديال 6%، 9%، 12%، 15%، 18%، 21%. تصوروا معايا الشركة كتقول لي أنت جبتي هاد الناس، يعني غادي نعطيك واحد المكافأة اللي هي 6% من مجموع المبيعات أنت والفريق ديالك. وهنا كنوصلوا لواحد المكافأة اللي هي اللي بدا بها أي واحد في أوريفلام، اللي هي تقريبا ما بين 150 درهم حتى 200 درهم من المكافأة ديال الشركة. غادي نمشيو، وهذوك الناس حتى هما عجبتهم الفكرة واقتنعوا بها ومشاو عرضوها على صحابهم، على الناس اللي كيعرفوا، على العائلات ديالهم. كاين اللي باغي يخدم، كاين اللي باغي يبيع ويشري، وكاين اللي باغي يشري غير راسو. حتى هما جابوا الناس اخرين، وها هو الرزو ديالي كيكبر، ها هو الفريق ديالي كيكبر. راه ماشي غا انا، راه ماشي اي واحد منا كيعرف غا واحد الناس ولا جوج ولا ثلاثه، راه اي واحد منا كيعرف بزاف بزاف ديال الناس. عرضوا الفكره على الناس ديالهم حتى هما وجاو باش يتسجلوا. نفترض ان هذوك خمسه كل واحد منهم جاب خمسه ديال الناس، هنا غادي نديرو خمسة نضربها في خمسة اللي كاينين، هي 25 زائد ديالي أنا هي 26، نضربوها في 100 نقطة، لأن كل واحد منهم غادي يتقدى، يعني غادي تولي عندي 2600 نقطة. هنا غادي نوصل لواحد الدرجة اللي هي درجة زوينة، وواحد المستوى اللي عقلتو عليه اللي هو المستوى ديال 12% اللي كيوصل مجموع النقاط ديالو 2400 نقطة. أنا رفدتها 2600 نقطة، يعني غادي يكون عندي واحد المجموع ديال المبيعات أنا والفريق ديالي. الشركة غتجي غتعاود تكافئني، ولكن غتكافئني واحد المكافأة اللي هي كبيرة. شنو هي هاد المكافأة؟ غادي يعطوني، غادي يقول لي أنت سيدي اللي جبتي هاد الناس وأنت اللي قنعتيهم، غادي نعطوك واحد المكافأة اللي هي 600 درهم ديال السلعة، غادي تاخذها فابور. يعني الان تقدا اللي بغيت من الكتالوج وغادي تعطيها لي الشركه 600 درهم 12000 ريال فابور، غادي ناخذها زياده واحد 800 درهم ولا 700 درهم حتى 900 درهم على حسب المجموع المبيعات نتا والفريق ديالك. غادي تصيفط لي الشركه الكونت ديالي في البنكه، غادي نولي حتى انا واحد من الموظفين، غادي تدخل لي السالير ديالي كل الاول ديال الشهر، نهار واحد ولا نهار جوج ولا نهار ثلاثه. وانت غادي هكا كل واحد كيدخل كنقنعو باش يجيب الناس اخرين، ولا باش يدخل مع الناس اخرين كما كانوا، سواء العائله سواء الجيران سواء الاصدقاء سواء الناس ديال الخدمه، يعني اي واحد يمكن ليه يخدم معنا ولا يدخل معنا. الشرط الوحيد هي لاكارت ناسيونال. بغيتي تدخلي معنا، بغيتي تكوني وحده من الفريق ديالي، بغيتي تكوني وحده من الفريق زومهان، اول قائد رجل في الشركه ديال اوريفلام، غادي يكون لي شرف كبير كبير انك تكوني من الفريق ديالي. معايا بزاف ديال السيدات، بزاف ديال السيدات طموحات قويات، يعني عندهم واحد العزيمه، عندهم واحد الاراده، واحد بعد النظر، اللي وصلوا لبزاف ديال المستويات، وصلوا معايا لبزاف ديال الصالرات الحمد لله من بزاف ديال المناطق ديال المغرب. حتى انت اشنو كتسني؟ يمكن لك تكوني وحده من الفريق ديالي، مرحبا بك. ما عليك غير تواصلي معايا في هذا النمره ديال الواتساب، ولا الرابط اللي كاين في الفوق ديال الفيديو، ولا اسفل الفيديو، ولا النمره ديال الواتساب ديالي، ولا اللي بغيتي تسجل لي راسك غادي تلقاي الرابط ديال التسجيل مباشر، غادي تلقايه فوق من الفيديو، عمري المعلومات ديالك، ولا صيفطي لي لاكارت ناسيونال ديالك. انا كنتسناوك ومرحبا بك، وغيكون لي الشرف كبير انك تكوني وحده من الفريق ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.